اهلا يا دكتور، نحب نتعرف بحضرتك. انا اسمي دكتور شريف حافظ، انا استاذ متفرغ امراض باطنه وغدد صماء وسكر، كليه طب القصر العيني جامعه القاهره. اهلا يا دكتور، اهلا بيك تشرفنا يا فندم. بحضرتك. دكتور، احنا سمعنا كتير عن ناس ان في عوامل تؤشر ان انا ممكن يجي لي السكر، عوامل وراثيه او عوامل سمنه او اكتر. فلو حد لسه ما جالوش سكر بس متخوف، يعني عنده الاعراض دي، عنده تاريخ عائلي في السكر، فممكن يعمل ايه؟ اجل السكر او يحافظ على نفسه اكتر؟ ده سؤال مهم جدا، لان حضرتك بتتكلمي على حاجه اسمها مرحله ما قبل السكر. تمام. يعني شخص يكون عندوش سكر لكن عنده مثلا تاريخ عائلي للسكر بالظبط، وجاي وهو خايف يجيله سكر، فعلا ليه حق ان خايف ان يكون يجيله سكر. فانا هقول لحضرتك مين الناس اللي هم معرضين ان هم يجيلهم سكر. تمام. واقول لحضرتك كمان ازاي ان هم يتفادوا ان هم يحصل لهم سكر، ويمكن نستطرد في الحديث على حاجات اخرى كمان. تمام. فطبعا الناس اللي هم عندهم استعداد للسكر، الشخص اللي هو عنده تاريخ عائلي ايجابي من الدرجه الاولى للسكر، خصوصا لو الوالد والوالده او العم والعمه او الخلان والخالات، يعني لازم يكون مصدر تاريخ عائلي قوي للسكر، ده يكون خايف يجيله سكر. ممكن واحده ست تكون حامل، جالها سكر حمل صح، وراح منها السكر بعد ما ولدت، دي برضو معرضه ان يجيلها سكر. او اي شخص خد نسبه كورتيزول في علاجه لاي سبب من الاسباب، اضطر انه ياخد كورتيزول فجاله سكر مسبب بهذا الكورتيزول، ده الدواء اللي هو اللي خده، ويروح لما يبطل الدواء. فده برضو هذا الشخص عنده استعداد للسكر. برضو لو اي شخص عنده ارتفاع في ضغط الدم او عنده خلل دهنيات الدم او ارتفاع في كوليسترول الدم او عنده ازمات قلبيه، يعني ذبحه صدريه او كان جاله جلطه في القلب او اي حاجه في المخ، جلطه في المخ او قصور في الدوره المخيه الدمويه المخيه، ده كل دول عندهم استعداد للسكر. ولهم حق، اي واحد منهم ليه حق ان هو يتخوف ان يجيله سكر. فانا هقول لحضرتك ازاي يعمل الكلام ده، ان هو طبعا طالما ان هو ما عندوش اعراض صريحه للسكر، اللي هي البول الكتير، العطش، الجوع، انقص الوزن، نقص الوزن، اللي هي الحاجه اللي هي يعني ما بتحصلش اساسا الا لما يكون السكر عالي قوي. فممكن اعراض كده، ممكن شخص عنده سكر وما يكونش عارف، لان ما عندوش اعراض ترغمه انه يروح للدكتور. ده حتى لو هو جاله سكر في الاول برضه بيبقى السكر بتاعه، ايوه، بيبقى مهمل، بيبقى حتى مهمله. انا عايز اتكلم في الحته دي بعد شويه، لان دي حاجه مهمه جدا. ليه بقى؟ لان الناس اللي هم عندهم استعداد للسكر دول، اولا لازم يعمل تحليل سكر صايم وبعد الاكل بساعتين، وممكن سكر تراكمي اللي هو بيقولوا عليه هيموجلوبين سكري، اللي هو متوسط السكر خلال الثلاث شهور اللي فاتوا. ده بيديلك فكره التحليل ده ببعض الارقام المعينه اللي هو الدكتور هيبقى عارفها او المعمل عارفها، هيقدر يقول للشخص ده انت هل انت عندك استعداد للسكر، او هو عندك سكر ولا ما عندكش. التطور الطبيعي للسكر ده، هو السكر ده يعني مش بس ارتفاع في السكر في الدم بس، لكن هو منظومه متكامله، بحيث ان هو لازم يتعالج العلاج بتاعه كاملا. فاولا ازاي ان احنا الشخص اللي عنده استعداد للسكر، ها، عاده ما بيكون وزنه زايد، عاده يكون الحركه بتاعته قليله، عاده يكون ما بيعملش رياضه. فده احنا هنقول له والله كان في ابحاث اتعملت قالت ان والله مجرد المشي نص ساعه في اليوم لمده 5 ايام في الاسبوع، مشي سريع وانقاص سعرات الحراريه في الغذاء بنسبه معينه، بحيث ان الشخص يخس ينزل وزنه ما بين 5 و10% من وزنه العالي في خلال سنه، ده كافي جدا ان هو يعمل له وقايه للسكر. دي حاجة كويسة جدا وبسيطة في المتناول. يعني ممكن فيبقى احنا دلوقتي اتكلمنا على الناس اللي هم عندهم استعداد للسكر، مين هم اللي عندهم استعداد للسكر، يشخصوا ازاي وازاي يقي نفسه من انه يجيله سكر. النهارده المؤتمر ده امبارح كان في المحاضرة الافتتاحية، كان في بكلام عن
ازاي ممكن، هل ممكن السكر ده يرجع تاني ويبقى مش فيه سكر؟ انا هقول اه حضرتك اثبتت الابحاث واثبتت الدراسات ان ايوه ممكن يرجع تاني. هقول اذا حضرتك ازاي، وما انا لسه قايل لك دلوقتي واحده ست عندها حامل وجالها سكر وراح، او حد خد كورتيزول وراح، فدول كلهم يعني معنى كده ان ممكن السكر ايوه يروح بس في الاول. ولازم الواحد ياخد لما يجي له سكر يبقى عارف ان السكر بتاعه ده قد يتحول تاني. هو النورمال الطبيعي، التطور الطبيعي ان الواحد بيبقى مستوى السكر بتاعه طبيعي ما عندوش اي حاجه، بعدين يبقى عنده خلل خفيف في التمثيل الغذائي للسكر، اللي هي تبقى مرحله اسمها مرحله ما قبل السكر، او اللي هي مرحله استعداد للسكر. دي اللي احنا اللي بنتكلم عليها في الوقايه. بعد كده يجي له السكر، بعد ما يجي له السكر بعد فتره طويله قد يجي له مضاعفات. لما بعد الفتره دي لو جاله مضاعفات يبقى احنا مش بنتكلم على السكر بس، يبقى احنا بنتكلم على السكر ومضاعفاته. فعدينا المرحله بتاعت ان احنا نقول والله احنا ممكن نرجع السكر ده لمرحله ما قبل السكر، بنبتدي نركز اصلا على علاج المضاعفات ساعتها، على علاج المضاعفات. فاحنا دلوقتي بنقول ان احنا هذا الشخص ممكن اللي هو عنده مرحله السكر الاوليه خالص دي في الاول، نقول له والله ممكن ترجع تاني السكر، بتبقى انت في مرحله ما قبل السكر وتعمل وقايه من انك انت بيجي لك سكر. صح. ازاي بقى الحكايه دي بقى ايه؟ ان هو لازم يعمل اولا اكتر حاجه اثبتت ان هو ممكن يضيع منه السكر لو هو سمين ونزل الوزن بتاعه بطريقه واضحه وبطريقه يعني مستمره، ده ممكن يروح منه السكر طبعا طبعا. ها ان هو يبتعد عن اخذ الادويه اللي قد تسبب السكر، ها، وان هو يبقى حاسس نفسه ان هو معرض للسكر، يبقى عنده استعداد للسكر او في مرحله ما قبل السكر، ويعمل اللي هي الملاحظات اللي احنا قلنا عليها اللي هي ايه، ما يجيلوش السكر لهذا السبب، ويضمن ان هو بعيد عن المضاعفات اللي هي كده. ميرسي جدا يا دكتور على وقتك وعلى معلوماتك، قد ايه فادت الناس، وفعلا يعني ممكن الناس تبعد عن السكر من قبل ما تبتدي تدخل في مشاكل ومضاعفات. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك.